ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس، معكم معلمتكم إسلام شحادة من أكاديمية مدارس رؤى الفاروق. اليوم يا سادس رح نبلش بوحدة جديدة مع بعض، وحدة كتير حلوة ومفيدة ومنستفيد منها بحياتنا اليومية والعملية، وهي بعنوان الحمود والقواعد. ما هي الحمود وما هي القواعد؟ لحتى نعرف شو هي الحمود والقواعد خلينا نتابع هذا الفيديو مع بعض، بس بدنا نركز كتير منيح. محاليل الأحماض والقواعد والأملاح. لكي نفرق بين الأحماض والقواعد والأملاح نجري النشاط التالي: نحضر ثلاثة كؤوس ونضع في أحدهما حمض، وفي الكأس الثاني قاعدة أي قلوي، وفي الثالث محلول ملحي، ثم نضع ورقتي دوار الشمس الحمراء والزرقاء في الكؤوس الثلاثة. فإذا احمرت الورقة الزرقاء فهذا دليل على وجود حمض في الكأس، وإذا ازرقت الورقة الحمراء فهذا دليل على وجود قاعدة أي قلوي في الكأس. أما إذا لم تتغير الورقتين الحمراء والزرقاء فهذا دليل على أن الموجود بالكأس هو محلول ملحي. الاستنتاج: الأحماض تحمر ورقة دوار الشمس الزرقاء، محاليل القواعد أي القلويات تزرق ورقة دوار الشمس الحمراء، الأملاح لا تؤثر على ورقتي دوار الشمس الحمراء أو الزرقاء. كمان مرة يا سادس مع بعض، شو احضرنا بالفيديو؟ جبنا كأس وفيه حمض، وجبنا كأس ثاني فيه قاعدة، وجبنا كأس ثالث فيه أملاح، وحطينا ورقة عباد الشمس أو ورقة تباع الشمس. ورقة تباع الشمس إلها نوعين، نوع أحمر ونوع أزرق، وهي كلها بنسميها الكاشف. الكاشف يعني بتكشف هاد حمض أو قاعدة. إذن كاشف، ما هو الكاشف يا سادس؟ هو المادة التي تكشف لي الحمض والقاعدة. إذا جبنا الكاشف وهو تباع الشمس، واحدة حمراء وواحدة زرقاء، لما حطيناهم التنتين في الحمض الحمراء بقيت حمراء، أما الزرقاء تحولت إلى حمراء. فمنعرف إن الأحماض تحول ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى حمراء ولا تؤثر في ورقة تباع الشمس الحمراء. نيجي للقاعدة، حطينا لها كاشف. ما هو الكاشف؟ هو المادة التي تكشف الحمود والقواعد، وهي عندي هون تباع الشمس. طبعا كتير في عندي أنواع من الكواشف، مش بس تباع الشمس، بس إحنا بس أخذنا تباع الشمس. جبنا ورقة تباع الشمس زرقاء وحمراء، حطيناهم بقاعدة، الزرقاء بقي لونها زرقاء، أما الحمراء فتحولت إلى زرقاء. فمنعرف إن القاعدة هي المادة التي تحول ورقة تباع الشمس الحمراء إلى زرقاء ولا تؤثر في ورقة تباع الشمس الزرقاء. أما الأملاح فهي المواد التي لا تؤثر ولا تتأثر بالكواشف، رح ناخدها بشكل أكبر في الحصص القادمة. واضح يا سادس؟ يلا كمان مرة مع بعض. الحمود والقواعد: الحمض هو المركب الذي يغير لون ورقة تباع الشمس الزرقاء ويحولها إلى أحمر ولا يؤثر في ورقة تباع الشمس الحمراء. القاعدة هو المركب الذي يغير لون ورقة تباع الشمس الحمراء إلى زرقاء ولا يؤثر في ورقة تباع الشمس الزرقاء. والكاشف هي ورقة تباع الشمس التي يمكن بوساطتها التمييز بين الحمض والقاعدة، هي بتكشف هاي المادة حمض أو قاعدة. وحكينا الكاشف مش بس ورقة تباع الشمس، ممكن يكون الملفوف الأحمر، ممكن يكون الشاي، هاي عبارة عن كواشف طبيعية. أما ورقة تباع الشمس فهو كاشف صناعي.
إذن هاي بعض المواد الطبيعية التي تحتوي على أحماض، وهي عبارة عن حمض. مثلا الليمون هو حمض، الفراولة حمض، العنب حمض، الرمان حمض، والبندورة أيضا حمض. خلينا نشوف أمثلة على القواعد. البقدونس هي قاعدة، الزهرة أو القرنبيط هي قاعدة، الخيار هو قاعدة، والميرمية أيضا من القواعد. واضح الأمثلة؟ بدنا نحفظهم. خلينا نحل وقوم تعلمي وأتأمل فيه الأسئلة يلي بالكتاب. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. يلا ساعدوني يا سادس. يغير الحمض لون ورق تباع الشمس من اللون إلى اللون. من أي لون لأي لون بغير؟ يلا مين يجاوب؟ يلا يا ريماس. يغير الحمض لون ورق تباع الشمس من اللون، أحسنتي، من الأزرق إلى الأحمر. رائعة. الحمض لا يؤثر في ورق تباع الشمس الحمراء، ولكن يحول الزرقاء إلى حمراء. رائعة. يلا با، مين يجاوب با؟ تغير القاعدة لون ورق تباع الشمس من اللون إلى اللون. كيف تؤثر القاعدة في ورق تباع الشمس؟ يلا يا حمزة. أحسنت، رائع. ورق تباع الشمس تتغير من الأحمر إلى الأزرق في القاعدة. القاعدة لا تؤثر في ورق تباع الشمس الزرقاء، ولكن تغير الحمراء إلى زرقاء. يختلف لون الكاشف في الحمض عن لونه في القاعدة. شو الأمثلة على الكواشف الطبيعية؟ حكيت لكم ياهم قبل شوي. اثنين أمثلة على كواشف طبيعية. يلا يا فاتنة أعطينا واحد. أحسنتي، الشاي هو من الأمثلة على الكواشف الطبيعية. شو كمان؟ يلا يا فارس، رائع. الملفوف الأحمر أيضا هو من الكواشف الطبيعية. أحسنتم يا سادس، رائعين. وهيك بنكون خلصنا حصتنا لليوم. أي حد عنده أي سؤال يتواصل معي. يعطيكم العافية سادس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.